تكون هي جمال خاشقجي، وأرى ملامح التغيير القادم بدءا من هذه القاعة وهذا الاصطفاف الذي أراه، وعلى رأس الجالسين على هذه المنصة أستاذنا والقيمة الكبيرة والأيقونة الكبيرة لثورات الربيع العربي سعادة الرئيس المنصف المرزوقي. ولن أتحدث عن أختي العزيزة شريكة النضال دائما توكل كرمان، لكن أنا عايز أتحدث عن أيضا الدور التركي، وعايز أقول الحقيقة أن تركيا في هذه الأزمة أدارت المعركة بذكاء تحسد عليه، وأن تركيا أصبحت في هذه اللحظة هي المكان الوحيد الذي يمكن أن يقام في مثل هذا المؤتمر. تصوروا أننا في هذا العالم العربي الكبير لا يمكن أن يقام مثل هذا المؤتمر إلا في تركيا التي أصبحت جزء عضوي وحقيقي وشريك في التغيير القادم بموقفها المحترم.